بدأ برنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد التي تنحصر سيزابرا فياسيو في هارب HARP في عام 1990 وساعد ستيفنز عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية ألاسكا في الفوز بالموافقة على المشعل. بدأ البناء في عام 1993 في أوائل مايو 2013 إذ تم إغلاقها مؤقتا في انتظار التغيير بين المقاولين لتشغيل المنشأة. وفي يوليو من نفس السنة حيث قال مدير برنامج هارب جيمس كيني من المتوقع أن تنهي وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة داربا في الموقع كعميل بعد الأبحاث في خريف نفس السنة وشتاء 2014. كان الإغلاق المؤقت كما وصفت بأنها بسبب تغيير نظام مقاول شركة ألاسكا الأصلية حيث يقع موقع هارب كان تجري محادثات لتولي عقد إدارة المنشأة. وفي مايو 2014 أعلن سلاح الجو أنه سيتم إغلاق برنامج هارب لاحقا في عام 2014 بينما انتهت التجارب في صيف نفس السنة وتم تأجيل الإغلاق والتفكيك الكامل للمرفق حيث في مايو 2015 على الأقل في منتصف أغسطس تم تسليم السيطرة على المنشأة ومعداتها إلى جامعة ألاسكا فيربانكس والتي تتيح التسهيلات للباحثين على أساس الدفع. لكن لكل استخدام يوجه أو على أساس الدفع لكل استخدام ويوجه مشروع هارب إشارة 3.6 ميجا وات في المنطقة 10.8 ميجا هرتز من نطاق التردد العالي HF إلى طبقة الإيونوسفير. قد تكون إشارة نبضية أو مستمرة يمكن فحص تأثيرات الإرسال أو فترة الاسترداد باستخدام الأجهزة ذات الصلة بما في ذلك الرادارات VHF وUHF وأجهزة الاستقبال عالية التردد والكاميرات الضوئية وفقا لفريق هارب وسيؤدي هذا إلى تطوير دراسة العمليات الطبيعية الأساسية التي تحدث في طبقة اليونوسفير تحت التأثير الطبيعي ولكن أقوى بكثير من التفاعل الشمسي. تمكن هارب أيضا من إجراء دراسات حول كيفية تأثير طبقة اليونوسفير الطبيعية على إشارات الراديو. ستمكن الرؤى المستقاة من هارب العلماء من تطوير طرق للتخفيف من هذه التأثيرات لتحسين موثوقية أو أداء أنظمة الاتصالات والملاحة التي سيكون لها نطاق واسع من الاستخدامات المدنية والعسكرية مثل زيادة دقة الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS. والتطورات في البحوث والتطبيقات تحت الماء والمياه الجوفية قد يؤدي هذا من بين أمور أخرى إلى تحسين طرق الاتصال تحت سطح البحر أو القدرة على الاستشعار عن بعد ورسم خارطة المحتوى المعدني للأرض تحت السطحية وربما المجتمعات تحت الأرض للمناطق أو البلدان كما تفتقر المنشأة الحالية إلى النطاق الذي يمكن استخدامه في مناطق مثل الشرق الأوسط الغني بالنفط وفقا لأحد الباحثين المشاركين. ولكن يمكن وضع التكنولوجيا على منصة متنقلة
تم تمويل المشروع في الأصل من قبل مكتب الأبحاث البحرية، وتم إدارته بشكل مشترك من قبل مكتب البحوث البحرية ومختبر أبحاث القوات الجوية بمشاركة رئيسية من جامعة ألاسكا فيربانكس، كما شاركت العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية الأخرى في تطوير المشروع وأدواته. وفقا لإدارة هارب الأصلية، سعى المشروع إلى الانفتاح وتم تسجيل جميع الأنشطة وإتاحتها للجمهور، وهي ممارسة مستمرة في إطار جامعة ألاسكا فيربانكس. تم السماح للعلماء الذين ليس لديهم تصاريح أمنية حتى الرعاية الأجانب بشكل روتيني بالدخول إلى الموقع، وهو ما يستمر حتى اليوم. وتستضيف هارب منزلا مفتوحا سنويا. وخلال هذه الفترة يمكن لأي مدني الدخول في المنشأة أو إلى المنشأة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك يتم نشر النتائج العلمية التي تم الحصول عليها باستخدام هارب بشكل روتيني في المجلات البحثية الكبرى مثل رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية ومجلة البحوث الجيوفيزيائية، والتي كتبها علماء جامعيون أمريكيون وأجانب وعلماء مختبر أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية. الهدف الرئيسي لهارب هو البحث العلمي الأساسي في الجزء العلوي من الغلاف الجوي، والذي يطلق عليه اسم الإيونوسفير بشكل أساسي، وهو انتقال بين الغلاف الجوي والغلاف المغناطيسي. والغلاف الجوي المتأين هو المكان الذي يكون فيه الغلاف الجوي رقيقة بدرجة كافية بحيث يمكن لأشعة الشمس السينية والأشعة فوق البنفسجية الوصول إليه، ولكنه سميك بما يكفي لوجود جزيئات كافية لامتصاص تلك الأشعة. وبالتالي فإن طبقة الإيونوسفير تتكون من زيادة سريعة في كثافة الإلكترونات، الإلكترونات الحرة تبدأ من 70 كيلو متر تقريبا وتصل ذروتها عند 300 كيلو متر تقريبا، ثم تتراجع مرة أخرى حيث يختفي الغلاف الجوي تماما بمقدار 1000 كيلو متر تقريبا. ويمكن للجوانب المختلفة من هارب دراسة جميع الطبقات الرئيسية للإيونوسفير. إن المظهر الجانبي للإيونوسفير متغير بدرجة كبيرة حيث يتغير باستمرار على المقاييس الزمنية للدقائق والساعات والأيام والفصول والسنوات. يصبح هذا المظهر الجانبي أكثر تعقيدا بالقرب من الأقطاب المغناطيسية للأرض، حيث يمكن أن تؤدي المحاذاة الرأسية تقريبا وشدة المجال المغناطيسي للأرض إلى تأثيرات فيزيائية مثل الشفق القطبي. من الصعب جدا قياس طبقة الإيونوسفير تقليديا، لا تستطيع البالونات الوصول إليها لأن الهواء رقيق جدا، لكن الأقمار الصناعية لا يمكنها الدوران هناك لأن الهواء كثيف جدا بالنسبة إليها. ومن ثم فإن معظم التجارب التي أجريت على طبقة الإيونوسفير لا تقدم سوى معلومات صغيرة تقتربها من دراسة الإيونوسفير باتباع خطة سخان. الإيونوسفير يسمى بالقرب من ترومسو النرويج. هناك كان العلماء رائدين في استكشاف الإيونوسفير عن طريق تشويشها بموجات الراديو في نطاق 10 أسجوج ميجاهرتز، ودراسة كيفية تفاعل الإيونوسفير تؤديها بنفس الوظائف ولكن بقوة أكبر وحزمتها شف أكثر مرونة ورشاقة. يتم توليد موجات راديو منخفضة التردد VLF عن طريق التسخين المعدل للنفاذ الكهربائي الشفقي. مفيد لأن توليد موجات VLF يتطلب عادة هوائية عملاقة. توليد توهج هوائي اصطناعي، والذي عادة ما يكون غير مرئي ولكن يمكن اكتشافه بشكل روتيني في ظل ظروف جيوفيزيائية
وتكوينات أجهزة الإرسال، كما يمكن أن يكون ساطعا بما يكفي للرصد بالعين المجردة. توليد موجات ذات تردد منخفض للغاية إلف في نطاق 0.1 هرتز، من المستحيل إنتاج أي طريق أخرى، أي طريقة أخرى لأي طول هوائي يحدده طول الموج للإشارة التي يرسلها أو يستقبلها. توليد إشارات VLF من وضع هيسلر ويستلر التي تدخل الغلاف المغناطيسي وتنتشر إلى نصف الكرة الآخر وتتفاعل مع جزيئات حزام إشعاع فانيلين على طول طريق الاستشعار عن بعد بالموجات المترية VLF لليونسفير المسخن.